السلام عليكم، ازيكم يا جماعة؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. ان شاء الله هنبدأ مع بعض سلسلة فيديوهات مراجعة على الأزمنة في كورس المبتدئين، وهنشرح كل زمن بالتفصيل وبطريقة سهلة وممتعة، وان شاء الله تستفيدوا منها. هنبدأ النهاردة مع اول زمن الـ Present Simple. يلا بينا. هنبتدي بس بأول سلايد معانا في الملف ده، بيشرح الفرق ما بين الـ Times والـ Aspects والـ Tenses. زي ما كنا قلنا قبل كده، في حاجة عندنا في الانجليش اسمها Times، اللي هي الأوقات العادية، وفي حاجة اسمها aspects، دي يمكن تكونوا أول مرة تسمعوا عنها، وحاجة اسمها tenses بقى اللي هي الأزمنة. عايزين نعرف ايه الفرق ما بين الزمن والوقت والaspect. طيب مبدئيا كده ال times اللي احنا عارفينها، اللي هي الثلاث أزمنة أو الثلاث أوقات اللي احنا عارفينها كلنا، اللي هي اللي احنا يعني لما بنتكلم عن يعني أو لما بنبص لحياتنا كده بنبقى شايفين قدامنا ثلاث أوقات اللي ربنا خلقهم، اللي هم الثري تايمز، الباست والبريزنت والفيوتشر، زمن الماضي وزمن او بلاش نسميه زمن، خلينا نسميه وقت. وقت الماضي ووقت الحاضر ووقت المستقبل. وزي ما انتم شايفين قدامكم كده الصورة على التايم لاين اللي قدامنا، اللي هو الخط الزمني، منطقة الزيرو اللي هي اللي في النص دي، اللي هي وقت الحاضر اللي هي ناو، المنطقة اللي بتعد بالزائد اللي هي الوقت اللي بعد ناو او after now، اللي هي الفيوتشر اللي لسه ما جايش في علم الغيب، والمنطقة اللي هي بالماينس او بالناقص اللي هي الباست، اللي هو وقت الماضي اللي هو before now او ما قبل الان. اوكي طيب، ده يعني كلمة time، ده تفسير كلمة time. من التايم هنشتق حاجة اسمها tense، زمن. الزمن ده بقى بيكون محدد اكتر، الوقت ده حاجة شاملة او حاجة عامة، يعني التايم ده بيبقى جنرال اكتر من الزمن. اوكي ده اللي انا عايزاكم بس تبقوا فاهمينه. علشان نعرف يعني ايه زمن لازم نعدي على حاجة اسمها الاسبكت. الاسبكت ده نقدر نسميه كده زي التخصص. اوكي الاسبكت اللي هو بيخص كل زمن، احنا عندنا اربع تخصصات زمنية، ده بيعبر عن شكل الوقت، الوقت نفسه بيمر ازاي او بيعدي علينا ازاي. الحدث اللي بيمر ده، هل بيمر بشكل بسيط ولا بيمر بشكل مستمر ولا بشكل تام ولا بشكل تام مستمر. طبعا الأزمنة اللي هي التام المستمرة دي مش هناخدها خالص خالص دلوقتي، احنا هناخدها فيما بعد، بس احنا عشان بس نبقى عارفين يعني كمعلومة مش أكتر، إن في حاجة عندنا في الإنجليش اسمها aspect، ودي اللي هي بتعبر عن التخصص الزمني. أوكي أو بتوصف شكل الزمن ده بيحصل إزاي. إما simple، إحنا عندنا four aspects، إما simple، إما progressive اللي هي continuous المستمر، إما perfect اللي هو التام، وإما التام المستمر اللي هو perfect continuous. السلايد التالتة هنبتدي بقى نتكلم عن التنسز بالتفصيل، وعايزين نعرف يعني ايه التنس، او نشرح يعني ايه كلمة تنس اللي هو الزمن بقى. دي حاجة غير الوقت، الزمن بيكون محدد زي ما قلنا اكتر، ده عبارة عن هو مصطلح جراماتيكال، يعني مصطلح بيخص الجرامر يعني. تمام، ما بنسمعوش قوي في حياتنا العملية كلمة تنس دي، لا احنا بنسمعه اكتر في القواعد في الدراسة، يعني الحاجة الأكاديمية. بمعنى ايه كلمة تنس ده؟ بيبقى عبارة عن زي تخصص كده، category which is marked by verb inflection، اللي هو اللي بيوضحه لنا الاعراب بتاع الفعل، شكل الفعل ده عامل ازاي. لو احنا مثلا قلنا he goes غير لما نقول he is going، غير لما نقول he went، غير لما نقول he has gone، وهكذا. شكل الفعل هو اللي بيدلنا على التنس اللي احنا بنستعمله او التنس اللي قدامنا. اوكي طيب، التنس يعني بيوصفه ايه؟ بيوصفه الزمن نفسه، او يعني ايه عايز اقول لكم ان هو بيعبر عن الفلو اوف تايم، اللي هو يعني شكل مرور الوقت. زي ما قلت لكم من شويه، في حاجه عندنا وقت حاضر، بس الحاضر ده بشكل عام هو حاضر، هو معانا في حياتنا اليوميه، ممكن يكون حاضر بسيط يعني بيحصل بشكل بسيط بمنتهى البساطه، بيحصل كل يوم او ملازمنا طول فترات حياتنا، او حاضر مستمر بيحصل في الوقت الحالي فقط يعني فترة مؤقتة، او حاضر تام. تمام، يعني حاضر حصل في الماضي وما زال له تأثير على الزمن الحاضر، ولا حاضر تام مستمر وانا مش هتكلم عنه دلوقتي. المهم ان الاربعة دول اللي احنا قلناهم هم اربع اشكال لزمن الحاضر، ولكن كل واحد فيهم ليه تخصص وليه استخدام معين. اوكي يبقى ده الفرق ما بين الحاضر
والاسبكتس بتاعت الحاضر، الوقت والزمن. زي ما احنا شايفين كده في السلايد اللي هي رقم 4، في عندنا جدول بيوضح لنا على الشمال التخصصات الأربعة اللي احنا قلناها، اللي هي الفور aspects، اللي هي السيمبل والكونتينيوس والبرفكت والبرفكت كونتينيوس. وعلى الشمال او اللي هي الافقي ده عندنا الباست والبريزنت والفيوتشر، اللي هما الثري تايمز. لو ضربنا 3 في 4 هيطلعوا 12 زمن. طيب يعني لو عملنا اتحاد ما بين التايم والاسبكت هيطلع لنا التنس. التايم الباست اتحاده مع الاسبكت السيمبل هيطلع لنا زمن تنس اسمه past simple tense، وهكذا بقى مع خلال من خلال جميع الأزمنة اللي قدامنا. present simple tense، future simple tense. هنسيب السيمبل خلصناه، هنخش على الاسبكت اللي بعده اللي هو الكونتينيوس. اتحاد الاسبكت الكونتينيوس مع التايم الباست يطلع لنا تنس اسمه past continuous tense، present continuous tense، future continuous tense. هننقل على الاسبكت اللي بعده اللي هو perfect، past perfect tense، present perfect tense، future perfect tense، وهكذا لحد ما نخلص ال 12 زمن معانا. طيب الازمنه ال 12 دول اخدنا منهم بس زمنين في الباست اللي هم لا ثلاث ازمنه في الباست، اخدنا الباست سيمبل والباست كونتينيوس والباست بيرفكت. من المضارع اخذنا البريزنت سيمبل والبريزنت كونتينيوس، اخذنا 2 مضارع و3 ماضي، واخذنا من الفيوتشر واحد بس اللي هو الفيوتشر سيمبل. تمام كده. طيب يعني احنا اخذنا حوالي 6 ازمنه وفاضل لنا 6 لسه ما اخذناهمش. هناخد بالترتيب الازمنه اللي احنا اخذناها، هنبتدي بزمن البريزنت سيمبل تنس. سلايد رقم 5، هنبتدي مع زمن present simple، وده أول زمن معانا. هنبتدي الأول مع بعض الـ examples أو الأمثلة اللي هتوضح لنا شكل الاستخدام بتاعه، أو يعني استخداماته بشكل عام بيستخدم إمتى. أوكي، أول حاجة زي ما احنا متفقين هنستخدم جميع الأزمنة دي إما مع الـ verb to be أو مع الـ verb to do. تمام، أول حاجة استخدام الـ present simple مع الـ verb to be، سوري مع الverb to do زي ما قدامنا هنا في السلايد. الverb to do زي ما احنا عارفين ان هو بيعبر عن الجملة الفعلية في الانجليش، يعني بيعبر عن actions، بيعبر عن احداث بتحصل. اوكي طيب نشوف examples للpresent simple tense مع الverb to do اللي هو بيعبر عن احداث او actions. هنشوفه في positive او affirmative statements اللي هي الجمل الخبرية المثبتة. كل زمن هناخده بنفس الترتيب وبنفس النظام ده. اوكي طيب نشوف الامثله. لما نقول مثلا جمله زي he works as an engineer، او ممكن نشيل he كسبجكت pronoun ونحط بدلها الناون علي مثلا. طبعا زي ما احنا متفقين ان ترتيب الجمله بيبدا بسبجكت وبعدين الفيرب، لو واحد من الاثنين دول مش موجود يبقى الجمله دي غلط، يا اما ممكن نسميها جمله غير تامه او عبارة. تمام phrase. يعني دلوقتي احنا عندنا الركنين الاساسيين متحققين ولا لا، السبجكت اللي هو هي او علي، والverb works يبقى دي جملة تامة. اوكي طيب نشوف كده السبجكت. السبجكت ده عشان نبقى فاهمين اما ان هو يجي pronoun ضمير او يجي noun اسم، يا يجي ده يا يجي ده، يا اما نقول هي يا اما نقول علي. اوكي طيب نشوف الجملة الثانية. She studies geography every Friday، أو ممكن نقولها نادية بدل she studies geography every Friday. أوكي جملة تامة. It rises in the east، أو the sun rises in the east. تمام نشوف الجملة اللي وراها. It runs very fast، أو the leopard runs very fast. الفعل عندنا هنا runs، الفاعل او subject leopard اللي هو الفهد، حيوان الفهد، او it الضمير العائد عليه. خلوا بالكم احنا ما بنحطش الناون والبرونون في نفس الجملة، لو تاخدوا بالكم انا عامله لكم ما بينهم شرطة عشان تبقوا فاهمين ان احنا يا اما في الجملة بنجيب noun او pronoun. الجملة اللي بعد كده مع الضمير I eat two apples every day for breakfast. الفعل eat. We go to the club on weekends. الفعل we، الفعل go.
They read English stories twice a week. They الفاعل read فعل. The concert starts at 8 p.m. الكونسرت اللي هي الحفلة بتبتدي starts الساعة 8. The train departs or arrives at night. الفاعل أو subject the train. الفعل اللي عندنا في الجملة departs أو arrives، يعني إما الفعل يغادر يا إما الفعل يصل. المهم إن الجملة هنا متحقق فيها الشرطين، عندنا subject و verb. ده شكل الجملة في الـ present simple مع الجملة المثبتة طبعا مع الـ verb to do زي ما انتوا شايفينها كده. هنشوف بعد كده الـ formation أو التكوين، بس احنا مبدئيا بناخد الـ examples وبعدين بنشرح القاعدة. نشوف طيب التكوين أو نشوف الجمل مع الـ verb to be. المرة دي هنشوف الـ verb to be، وزي ما احنا متعودين مع بعض ان الـ verb to be استخدامه غير الـ verb to do. الـ verb to be بيستخدم علشان يجي كجملة اسمية بتصف المبتدأ. هنا عندنا الـ subject مش هيبقى اسمه فاعل، هيبقى اسمه مبتدأ اللي هو موضوع الجملة. subject يعني موضوع. موضوع الجملة ده مش هيبقى بيفعل حاجة، هو هيبقى بنتكلم عنه، بنوصفه أو بندي عنه معلومات، سواء كانت المعلومات دي كشكل أو كحجم أو كلون أو كحالة أو كحرف جر زي مثلا مكانه أو وقته مثلا. تمام، ده كده الـ verb to be، ده تخصص الـ verb to be. لكن الـ verb to do اللي هي مشتق منها جميع الأفعال اللي احنا قلناها فوق، زي works، زي studies، زي rises، زي runs، زي eat، go، read، start، departs، arrives، كل دي أفعال مشتقة من do بمعنى يفعل. أوكي، يعني actions، في أحداث بتحصل. لكن الفعل be ده اسمه stative verb، يعني بيعبر عن حالة. state يعني حالة وليس فعل. تمام، طب زي ايه؟ نشوف الاكزامبلز. I am optimistic. هنا انا بوصف نفسي ان انا متفائل او متفائلة. I am optimistic. انا هنا ما بفعلش، انا هنا بتكلم عن حالتي. طب نشوف ما بقيت الضمائر. You are smart. برضو بوصف you ان هو smart. They are at school. انا هنا بتكلم عنهم، هم مكانهم فين؟ at school. We are all friends. Okay. He or Jack is a clever doctor. أنا بوصف Jack أو بوصف he إن هو clever doctor. She or Sophia is an Italian artist. She أو Sophia. Okay. It or Rex is a strong dog. زي ما انتوا واخدين بالكوا هنا تصريفات الـ verb to be. Am is are. على حسب الضمير اللي قدامنا، وهنتكلم دلوقتي عنه بالتفصيل. المهم احنا نبقى فاهمين هنا ان الجملة دي جملة positive، جملة مثبتة، او اسمها affirmative، يعني ممكن نقول positive او نقول affirmative. statement يعني جملة خبرية، جملة خبرية. تمام، هنتكلم على ثلاث انواع في كل زمن، ثلاث انواع من الجمل. الجملة statement positive او affirmative المثبتة، الجملة negative اللي هي المنفية، والنوع الثالث الكويستشن الجملة الاستفهامية. نشوف دلوقتي بقى اليوسج أو الاستخدام بتاع زمن البريزنت سيمبل. هنشوف بالظبط استخدامه، هنستخدمه امتى، لان احنا عندنا اكتر من، يعني احنا دلوقتي عندنا 12 زمن، هنوظفهم ازاي، هنختار انهي زمن وبناء على ايه. هنستخدم زمن البريزنت سيمبل اللي هو اول زمن معانا للتعبير عن to express general facts and truths، يعني علشان نعبر عن حقائق عامة أو حاجات مسلم بيها، مسلمات زي إيه؟ يعني حاجات صحيحة، حاجات ما ينفعش نتناقش فيها. تمام كده؟ الحاجات دي أو المسلمات دي بتكون fixed يعني ثابتة لا تتغير، and permanent يعني دائمة وليست مؤقتة. تمام كده؟ يبقى ده أول استخدام معانا to express general facts and truths. زي مثلا المثال اللي بيقول the sun rises in the morning. الحقيقة دي بتقول ان الشمس بتشرق في الصباح، دي حقيقة general، حقيقة عامة، حقيقة ثابتة ومش متغيرة، ودائمة في نفس الوقت، يعني ما ينفعش ان هي مثلا يوم تبقى بتشرق في الصباح ويوم تاني بتشرق مثلا المغرب. اوكي، دي حقيقة ثابتة ما بتتغيرش. طيب نشوف حقيقة تانية. She works as a nurse. هي بتشتغل أو بتعمل كممرضة. الحاجة دي وظيفة ثابتة ما بتتغيرش. I live in Brazil.
I live in Brazil. زي ما انتوا شايفين كده، محل الإقامة أو محل المعيشة برضو من الحاجات الثابتة أو الدائمة في حياتنا، ما ينفعش إنها تتغير. أحيانا بتتغير، بس احنا بنتكلم عن اللي هو الحالة العامة، إن الإنسان لما بيسكن بيبقى مكان سكنه ده السكن الدائم بتاعه أو بلد الإقامة. يعني I live in Brazil. I work as a nurse. نفس الكلام بالنسبة للوظيفة، إن الوظيفة دي مش يوم بيشتغل دكتور ويوم بيشتغل محامي ويوم بيشتغل نجار، لا، هو الوظيفة دي بتكون ثابتة. اوكي، طيب يبقى ده اول استخدام معانا. الاستخدام التاني to express repeated actions, habits and fixed routines، علشان نعبر عن احداث متكررة repeated، يعني بتحصل كل يوم، بتحصل كل اسبوع، whatever، المهم ان هي repeated، بتحصل بشكل متكرر، او عادات habits، تمام، عادات معينة احنا بنعملها برضو زي الـ repeated actions، او الروتين الثابت. ممكن يكون الروتين ده يومي او اسبوعي او شهري، whatever، المهم ان هو حاجة بتحصل بشكل متكرر. زي مثلا I usually eat two apples for breakfast. عادة انا باكل تفاحتين للبريكفاست. طبعا الحاجة دي بتتكرر، سواء بتتكرر كل يوم، كل يومين، كل اسبوع، whatever، المهم ان هي حدث بيتكرر، يبقى لازم نعبر عنه في زمن الـ present simple. We get up at 6 a.m. دي حاجة ثابتة معانا، ده الروتين اليومي بتاعنا، ان احنا بنصحى الصبح الساعة 6. الاستخدام الثالث معانا to express future، علشان نستخدمه للتعبير عن المستقبل. ودي حاجة انا عارفة ان هي ممكن تبقى غريبة لبعض الناس، ازاي بنستخدم الـ present simple للتعبير عن المستقبل؟ ده بيكون في شكل استخدامه للـ fixed timetables and schedules او schedules. يعني ايه الـ fixed timetables and schedules؟ اللي هي الجداول الثابتة، يعني مثلا جداول مواعيد قطارات او مواعيد طيارات او حفلات او كورسات، اي حاجة من دي بتكون لها ميعاد ثابت. بنقول the Cairo Alex train arrives at 3 p.m. ان قطر القاهرة اسكندرية بيوصل او هيوصل، سوف يصل الساعة 3 العصر. سوف يصل هنا عبرنا عنها في زمن الـ present simple، arrives. اوكي، احنا كده اخدنا بعض الامثلة. من خلال الامثلة دي بقى هنستنتج القاعدة نفسها، هنشوف القاعدة او التكوين. بالنسبة للpositive او الaffirmative statements مع زمن، مع فعل الverb to be ومع الverb to do. طيب دي السلايد رقم 8. مع الverb to be او الverb to do، شكل الجملة عامل ازاي؟ اولا بنبتدي بالsubject اللي هو لو مع الverb to be هنسميه مبتدأ، لو مع الverb to do هنسميه فاعل. المهم ان هو بيجي في اول الجملة، ده ترتيب الجملة. subject، السبجكت ده اما ان هو يكون اسم noun او يكون ضمير pronoun، وبعد السبجكت بيجي الverb. الverb ده ايا كان بقى، سواء verb to be am is are او verb to do اللي هو اي فعل مشتق من do. اوكي، ده شكل او تكوين الجملة المثبتة في زمن الـ present simple tense. هنتكلم بالتفصيل عن الـ verb to do. زي ايه مثلا؟ زي play، الفعل play، الفعل eat، الفعل swim، action verbs، حاجات فيها action، فيها حركة، اوكي، او فيها فعل بمعنى اصح. طيب احنا عايزين نعرف يعني ايه subject pronouns، زي ما انتوا شايفين كده قدامكم عشان نفكركم بيها، اللي هي ضمائر الفاعل او ضمائر اللي بتيجي دايما فاعل او مبتدا الجمله. هم 7 ضمائر، he she it i you we they. هم 7 ضمائر، وزي ما قسمناهم لكم قبل كده ان he she it بيتعاملوا معامله واحده، لان هم 3 ضمائر غائبه مفرده. I الوحيد اللي هو اسمه ضمير متكلم مفرد، I ضمير متكلم مفرد اسمه first person، يعني ضمير أول. التلاتة الأولانيين المفردين الغائبين دول اسمهم third person، ضمير تالت أو ضمير غائب. You الوحيد اللي اسمه ضمير مخاطب، ضمير مخاطب بيجي مفرد أو جمع. We هي الضمير اللي هو جمع I اللي هو ضمير متكلم جمع plural، و they هي جمع he و she و it اللي هي الضمير اللي غائب اللي هو third person، بس بقى المرة دي plural. اوكي، لازم نكون فاهمين ترتيب او تركيبة الضمائر او تقسيمة الضمائر دي علشان نعرف نستخدمها صح.
الضمائر اللي احنا قلناها دي بناء على ترتيبها او موقعها في المحادثة: first person متكلم مخاطب you، او third person مفرد he و she و it جمع they. تمام، عايزين نعرف ازاي هنستخدمهم في الجملة. اول حاجة بالنسبة للverb to do، بنستخدمه ازاي مع الضمائر دي؟ طبعا بالنسبة ل he و she و it اللي هينطبق عليهم هينطبق على كمان الاسماء المفردة. يعني مثلا بدل ما نقول هي ممكن نجيب noun مفرد زي احمد، زي علي، زي يوسف. she ممكن نجيب بدلها اسم مفرد زي سناء، زي نادية. it ممكن نجيب بدلها اسم مفرد زي ريكس الكلب، او مثلا نقول the cat whatever. طيب بالنسبة ل they ممكن نجيب بدلها اسم جمع سواء عاقل او غير عاقل، ممكن نقول مثلا احمد and علي، ده كده they. ممكن نقول مثلا Egypt and Lebanon، بلدين، اسم بلدين. بالنسبة ليو اللي هو الضمير المخاطب ده أساسا معرف نفسه، فمش محتاجين ان احنا نشيله ونحط بداله اسم. يعني I و we نفس الكلام لان هو معرف، لان I بيتكلم عن نفسه و we بيتكلموا عن نفسه، فاحنا بنعمل الحركة دي بس في الضمائر الغائبة. اوكي تمام كده. طيب عايزين نشوف الملحوظة اللي بعد كده بتقول we use the base form of the verb، بنستخدم البيس فورم اللي هو الانفينيتيف او المصدر اللي هو بدون اي اضافات. ده بالنسبة للverb to do يا جماعة، الجملة الفعلية بنستخدم البيس فورم او الفعل بدون اي اضافات مع الضمائر I, you, we, they او الاسماء الجمع plural nouns زي ما احنا شفنا كده في الامثلة اللي فاتت. لو نرجع للسلايدز اللي فاتت التانية، نقول I eat، البيس فورم عندنا هنا او الفعل في المصدر eat. نقول مثلا we go زي ما انتم شايفين كده في السلايد رقم 5، we go to the club، جبنا مع we الفعل البيس فورم go من غير اي اضافات. they read جبنا مع الفعل مع الضمير they جبنا الفعل read بدون اي اضافات. تمام، يبقى you و I و we و they بنجيب معاها الفعل بدون اي اضافات. طيب الشكل التاني ان احنا we add بنضيف s او es او ies. هنرجع تاني للسلايد رقم 8، بنضيف s او es او ies للافعال مع he او she او it او الضمائر المفردة او الاسماء المفردة، زي ما احنا شفنا كده. نرجع تاني للسلايد اللي قبلها، the sun rises in the morning، the sun دي مفردة، اسم مفرد الشمس او الضمير اللي بيعوض عنه اللي هو it، جبنا معاه الفعل مضاف اليه s rises. الفعل اصلا rise بينتهي بالe ولكن ضفنا له الs. طيب she works as a nurse، جبنا مع she الفعل work مضاف اليه s. تمام كده، ده نفس الكلام بيحصل مع هي وبيحصل مع it. طيب امتى بقى بالنسبة لإضافة الاس دي؟ عايزين نتكلم عنها شوية. بالنسبة لإضافة الاس احنا مش بس بنضيف اس، احيانا بنضيف es واحيانا ies بناء على ايه؟ هنتكلم دلوقتي. بنضيف الاس او الاس او الies، اولا لازم الشرط الاولاني يتحقق ان الافعال دي تكون regular، افعال منتظمة، أفعال منتظمة. في حاجة عندنا اسمها regular verbs اللي هي الأفعال المنتظمة، وحاجة اسمها irregular verbs الأفعال الشاذة أو الأفعال الغير منتظمة، ودي مش كتير في الإنجليش، هما ثلاثة بس في present simple tense هنتكلم عليهم دلوقتي. طيب احنا بنتكلم دلوقتي في الشريحة رقم 9، تمام عشان ما حدش يتوه. بنقول ان احنا بنضيف s او es او ies مع الضمائر الغائبة اللي هي third person السنجلر اللي هي المفردة هي وشي وإت، أو السنجلر ناونز اللي هي الأسماء المفردة، بنجيب معاها الفعل مضاف له S أو ES أو IES. تمام، لكن في بعض الأفعال irregular اللي هي ما بتتبعش القاعدة دي، زي الفعل have مع هي وشي وإت هيبقى has، ما ينفعش نقول haves، ما ينفعش نضيف S للفعل have فيبقى haves، ده فعل irregular أو غير منتظم. زي برضو الفعل do، ما بنقولش دوز بنقول does. تمام، حتى النطق بتاعه مختلف. go
بيبقى goes. الثلاث افعال دول افعال غير منتظم، اوكي، بتيجي مع he و she و it. طب نشوف الريجولر بقى، هنتكلم عليها بالتفصيل. ليها تلات حالات، اما انها تاخد اس بس، تقريبا معظم الافعال في اللغة الانجليزية اكتر من 90% هياخد اس بس، زي الفعل swim swims، اوكي. نمبر 2، اما ان هي تاخد اي اس، وده بيحصل لما البيس فورم او الفعل في المصدر بينتهي بواحد من الخمس نهايات اللي قلنا عليهم قبل كده، زي الفعل ان هو ينتهي بالاس او الدبل اس او الاس اتش او السي اتش او الاكس، زي الفعل press اخره دبل اس بنقول presses بنضيف له اي اس، search بينتهي بالسي اتش بنضيف له اي اس تبقى searches، brush بينتهي بالاس اتش بنضيف له اي اس بتبقى brushes، fix بينتهي بالاكس بنضيف له اي اس بتبقى fixes، وهكذا. دي الافعال الregular. اخر حالة عندنا من الافعال المنتظمة ان هي بتاخد اي اي اس. اي اي اس امتى؟ لو كان الفعل في المصدر بينتهي بالواي مسبوقة بحرف ساكن، زي الفعل cry cries بنشيل الواي بنحط اي اي اس، زي الفعل study studies بنشيل الواي وبنحط اي اي اس. ولكن الافعال اللي بتنتهي بالواي مسبوقه بحرف متحرك بتتعامل معامله الافعال المنتظمه اللي بتاخد الاس فقط، زي play plays، وما ينفعش ان احنا نقلب الواي لاي اي اس زي ما انتم شايفين كده مشطوب عليها في الشريحه رقم 10. اوكي، دلوقتي احنا كده اتكلمنا عن الجمله المثبته في حاله الverb to do. هننقل دلوقتي على الverb to be، ازاي نستخدمها جمل مثبتة. قبل ما نتكلم في الموضوع ده لازم ان احنا الاول نفهم الverb to be. فيه فعل فيه مساعد اسمه auxiliary verb. الauxiliary verb ده اللي هو الفعل المساعد بتاع الverb to be، هو فعل اساسي وفعل مساعد في نفس الوقت، ده في الشريحة رقم 11. تمام، طيب هنستخدمه ازاي مع الضمائر السبعة اللي قلناها؟ ده بالشكل اللي هي الصيغة الطويلة long form I am you we they، أو الضمائر أو الأسماء الجمع بتاخد are he she it، بتتعامل معاملة المفرد، أو الأسماء المفردة بتاخد is، يبقى he is she is it is you are we are they are. I am الوحيدة اللي بتاخد am هي I. ده شكل الverb to be، وخلي بالكوا جدا انا بشدد على فكرة استخدام الverb to be هنا، هنستخدمه علشان نوصف، مش هنتكلم على افعال. دي الجملة الاسمية، اتكلمنا عن الجملة الفعلية من شوية، دلوقتي هنتكلم عن الجملة الاسمية. ده تكوين الجملة الاسمية I am, you are, we are, they are, he is, she is, it is. دي الصيغة الطويلة اللي هي long form. عندنا صيغة تانية اسمها short form اللي هي الصيغة القصيرة، اللي هي باختصار معناها contraction اللي هي الاختصارات. I am، am هنختصرها هتبقى apostrophe am، هتبقى اوكي، لما نيجي نحطها مع I هتبقى I'm. طيب بالنسبة ل is هتختصر تبقى apostrophe s، ال r هتختصر هتبقى apostrophe re. تمام، زي مثلا نقول I am هتبقى I'm، you are هتبقى your، we are هتبقى we're، they are هتبقى their، he is he's، she is she's، it is it's. ده شكل الاختصارات مع زمن الـ مع الverb to be. اوكي، كده خلصنا كل البوزيتيف او الافيرماتيف اللي هي الجمل المثبتة. خلينا نشوف دلوقتي النيجاتيف اللي هي الجمل المنفية. بنقول ان احنا لازم قبل ما نستخدم النفي، لازم معلومة كده نبقى عارفينها، ضروري في النفي يظهر حاجة عندنا اسمها الفعل المساعد الـ auxiliary verb او الـ helping verb، ده اللي بيساعدنا على تكوين النفي. طب بنعمله ازاي؟ ان احنا بنضيف كلمة not، كلمة not في الشريحة رقم 12، بنضيف not للفعل المساعد ده، مش بننفي الفعل الاساسي، بننفي الفعل المساعد. طبعا في الverb to be ما بتفرقش، الفعل المساعد هو الفعل الاساسي اللي هو am و is و are، لكن ده بيختلف في الverb to do. احنا عندنا الverb to do او اللي هي الجمل الفعلية عندنا فيها الفعل المساعد do و does، وعندنا الفعل الاساسي اللي هو بتاع الجملة، مثلا drink want eat، ده اسمه فعل اساسي.
طيب بالنسبة لاستخدام الجمل المثبتة، ما كانش بيظهر عندنا do does دي خالص، كنا ممكن نقولها في حالات معينة لو حابين ان احنا نأكد على معنى الفعل. يعني مثلا بقول I eat apples every morning، I do eat apples every morning، انا كده بأكد المعلومة. استخدمت هنا الـ auxiliary verb do. نفس الكلام بالنسبة لـ does، she eats chocolate every day، she does eat chocolate every day. هنا استخدمنا does الفعل المساعد للتأكيد على المعلومة. اوكي طيب الشكل ده ما بنستخدموش كتير في البوزيتيف، بنستخدمه بشكل أساسي في النيجاتيف وفي الكويستشن. لازم عندنا الفعل المساعد ده يظهر في النيجاتيف وفي الكويستشن، تمام؟ طب بالنسبة للنيجاتيف هنستخدمه ازاي؟ هنستخدمه زي ما قلنا ان احنا هنضيف له not. ال auxiliary verbs بتاعتنا مع ال verb to be am و is و are، ولكن مع ال verb to do هي do و does. طيب نشوف بالتفصيل الجمل المنفية تكوينها ازاي. مع ال verb to be عندنا am و is و are، هنضيف لها not. مع do و does هنضيف لها برضو not. اوكي هنتكلم الاول على ال verb to be. I am not، طبعا دي الصيغة الطويلة long form. I am not، you، we، they are not، he و she و it is not. طيب بما ان احنا اتكلمنا من شوية على اختصار الجملة المثبتة، يعني قلنا I am، your، we're، their، his و she's و it's، برضو هنتكلم في الاختصارات بالنسبة للنفي. بس الاختصارات بالنسبة للنفي بقى ليها طريقتين مش طريقة واحدة. اما ان احنا نختصر الـ verb to be، الكلام ده في الشريحة رقم 13، اما ان احنا نختصر الفيرب to be زي ما احنا عملنا كده في الاثبات، اما ان احنا في الحالة التانية نختصر not وهنسيب الفيرب to be زي ما هو. عندنا طريقتين نستخدم اي واحدة فيهم وما ينفعش الاتنين مع بعض. نشوف الطريقة الاولانية short form، ده في الشريحة رقم 14. short form of be يعني الاختصار بتاع الفيرب to be مع النيجاتيف. هنا بين قوسين انا كاتبه لكم not بتبقى كما هي، يعني يا نختصر بيه يا نختصر not، ما ينفعش الاثنين. الطريقه الاولانيه ان احنا نختصر بيه زي ما احنا شفنا في الاثبات، يعني I'm هتبقى I'm not، your هتبقى your not، وهكذا. الاختصار هيحصل بشكل زي الاثبات بالظبط، ونوت هتفضل زي ما هي سليمه من غير اختصار. ده الشكل الاول من النفي المختصر، تمام؟ I am not a nurse، I'm not a nurse. We are not Chinese, we're not Chinese. You are not late, you're not late. He is not here, he's not here. She is not angry, she's not angry. It is not dangerous, it's not dangerous. الشكل التاني للاختصار بتاع الـ verb to be في النفي، هنختصر not مش هنختصر الـ verb to be. معنى كده ان احنا هنرجع الـ verb to be تاني زي ما هو، هنرجعه لأصله تاني. هنا الـ verb to be هيفضل زي ما هو والاختصار هيكون في not. شكل الاختصار هيبقى an apostrophe t، ده في الشريحة رقم 15. بنتكلم في الموضوع ده ان في الطريقة التانية بتاعت الاختصار دي بتحصل لكل الضمائر ما عدا I، لأن I ملهاش اختصارين. ما ينفعش نقول I'm not، دي الطريقة الوحيدة للاختصار I. ما ينفعش نقول I amn't، ما ينفعش نختصر not هنا، مفيش حاجة اسمها amn't، تمام؟ طيب اوكي نشوف بقية الضمائر. he is not، يا اما نقول he's not زي ما شفنا من شوية، يا اما الطريقة التانية he isn't. هنا رجعنا is تاني لأصلها واختصرنا not بقت an apostrophe t، وطبعا مش هنسيبها كده، لازم نضمها على is فيبقوا كلمة واحدة. he isn't، she isn't، it isn't. طب بالنسبة ل you، we و they، we are not، we aren't. You are not, you aren't. They are not, they aren't. Okay؟ في ملحوظة تحت بتقول ان احنا نستخدم طريقة واحدة فقط من الطريقتين دول علشان نتجنب حاجة اسمها double contraction، اللي هو الدبل اللي هو المضاعف، يعني مضروب في اتنين. ما ينفعش ان احنا يبقى عندنا اختصارين. فالامثلة المشطوبة عليها تحت قدامكم دي كلها غلط، ما ينفعش نكتبها مختصرة مرتين كده، نختصر الـ verb to be او نختصر not، ما نختصرش الاتنين مع بعض. اوكي تمام. دلوقتي هنتكلم عن الـ auxiliary verb مع الـ verb to do اللي هو do و does.
ليه هنتكلم الاول عن الاوكسيلري فيرب؟ لان احنا هنتكلم عنه بالتفصيل في استخداماته مع النيجاتيف والكويستشن. اولا هنستخدمه ازاي مع الضمائر، هنستخدم دو مع الضمائر اي يو وي ذي، وكمان مع الاسماء الجمع البلورال ناونز، وداز هنستخدمها مع الثلاث ضمائر الغائبه المفرده هي وشي وات او الاسماء المفرده. تمام. الشريحة رقم 17 هنتكلم عن النيجاتيف ستيتمنتس اللي هي الجمل المنفية مع دو. احنا اتكلمنا عليها مع الفيرب تو بي، دلوقتي هنتكلم على الفيرب تو دو المنفي، الجملة الفعلية المنفية. بالنسبة لللونج فورم او الصيغة الطويلة، التكوين بتاعها عامل ازاي؟ بناخد الضمائر اي او يو او وي او ذي او الاسماء الجمع البلورال، بنضيف لها دو طبعا، لان احنا اتكلمنا ان احنا قلنا الفعل المساعد بتاعهم دو. طب دو ده الفعل المساعد هننفيه بان احنا هنضيف له كلمة نوت، لان احنا اتفقنا ان نوت بتنفي الفعل المساعد وليس الفعل الاساسي. تمام. طيب بعد دو نوت بنجيب الفعل في المصدر. طالما عندنا الفعل الاساسي ظهر سواء كان في الجملة المثبتة او في المنفية او في الاستفهامية، الفعل المساعد يظهر، الفعل الاساسي يبقى في المصدر على طول. خلي بالكو واحفظوا القاعدة دي، الفعل الأساسي يظهر، الفعل المساعد يظهر، الفعل الأساسي في المصدر، احفظوها كده. تمام. طيب نشوف كده أمثلة. he she it، الضمائر الثلاثة الغائبة he و she و it أو الأسماء المفردة، لما تيجي في النفي هنجيب لها الفعل المساعد بتاعها does، طبعا الفعل does هيبقى منفي، هيبقى does not، ومعاها الفعل المصدر اللي هو البيس فورم. نشوف كده أمثلة. I don't like cheese أو I do not like cheese، احنا بنتكلم في الصيغة الطويلة، يبقى I do not. I do not like cheese، الجملة أصلا I like cheese، الجملة المثبتة أنا أحب الجبنة. طب المنفية هنستخدم هنا من I، هنجيب لها الفعل المساعد do قبل الفعل الأساسي like، وهننفي الفعل المساعد ده بنوت، يبقى I do not like. نفس الكلام بالنسبة ل you, we, و they. You do not like. We do not like. They do not like. طب بالنسبة لبقية الضمائر الغائبة المفردة he, she, it، طبعا ما بتاخدش do، بتاخد does. He does not like cheese. She does not like cheese. It does not like cheese. الجملة المثبتة كانت أصلها إيه؟ إن إحنا بنضيف الأس للفعل like، فتبقى she likes, he likes, it likes. طب هل ينفع إن إحنا نحط الأس دلوقتي مع he وshe وit في النفي؟ لأ. ليه لأ؟ لأن إحنا عندنا الفعل المساعد does ما ينفعش يبقى معاه الفعل الأساسي مضاف له أي إضافات، لازم يجي في المصدر. طيب ده بالنسبة للصيغة الطويلة. نشوف الصيغة اللي هي القصيرة short form أو الاختصار بتاع do not و does not. مجرد ان احنا هنختصر not فقط، ملهاش اختصارين زي الverb to be، هنختصر not هتبقى n apostrophe t، فهتبقى do not هتبقى don't، does not هتبقى doesn't. اوكي. يبقى I don't، we don't، you don't، they don't، she doesn't، he doesn't، it doesn't. النوع الثالث من الجمل عندنا الجمل الاستفهامية. هنشوف دلوقتي مع بعض ازاي نكون الكويستشن. علشان نكون الكويستشن زي اللي عملنا في النفي هنعمل في الكويستشن، محتاجين الفعل المساعد معانا، اما ان هو في الverb to be am و is و are، او الverb to do اللي هو do و does. تمام. تاني معلومة عايزين نعرفها بالنسبة للquestions، ان احنا عندنا نوعين من الquestions، اما yes no question اللي هو السؤال بمعنى هل، واللي هو اجابته اما بيس يا اما بنو، والغرض بتاع السؤال ده ان هو to make sure، او اللي احنا بنسأله لما بنبقى عايزين نتأكد من معلومة. تمام. يعني المعلومة موجودة بس احنا عايزين نتأكد هي صح ولا غلط. الحاجة التانية wh questions اللي هو النوع التاني من الاسئلة، اللي هو السؤال بأداة استفهام، اسمه WH question، والإجابة بتاعته طبعا بتكون مطلوب معلومة معينة specific information required. هنا في الشريحة رقم 18 specific information يعني معلومة أو معلومات محددة required مطلوبة، according to يعني طبقا لي أو على حسب ال WH word اللي سألها السؤال. مثلا what هتسأل عن شيء، when هتسأل عن الوقت، why هتسأل عن السبب، how عن الكيفية، هو عن الشخص، which
عن الاختيار ما بين شيئين. اوكي، ادوات الاستفهام بتيجي ازاي في السؤال؟ نفس تكوين الاسئله، هو هو yes no question والدبليو اتش question نفس الترتيب بالظبط، ما فيش اي اختلاف، ولكن الاختلاف بسيط ما بينهم هنشوفه دلوقتي. تكوين السؤال بيبدا ازاي؟ زي ما احنا عارفين ان تكوين الجمله الترتيب العادي بتاعها بتبقى subject verb، الفاعل او المبتدا وبعدين الفيرب، ما ينفعش العكس. طب الكويستشن هيحصل العكس، ان الفيرب هو اللي هيجي قبل السبجكت. وطبعا احنا هنا ما بنتكلمش عن الفيرب الاساسي، بنتكلم عن الفيرب اللي هو الاوكسيلري او الفعل المساعد. عشان كده هو بيساعدنا على تكوين السؤال، هو هيجي قبل الفعل، هيجي سوري قبل الفاعل، وبالتالي هنقدر نكون سؤال. طب بالنسبه ليس نو كويستشن مع الفعل الفيرب تو بي، هيجي الverb to be قبل السبجكت، يعني am او is او are قبل السبجكت plus subject وبعدين بقية الجملة. مثال are you tired، احنا الجملة الأصلية بتقول you are tired، ده كده جملة خبرية مثبتة، انت مرهق، ولكن في السؤال are you tired، هل انت مرهق؟ اوكي. طيب is she shy، is سبقت هنا she للسؤال بهل، am I late، هل انا متأخرة؟ طب نجاوب ازاي على الاسئلة الـ yes no question مع الـ verb to be؟ short answer او اجابة مختصرة، يا اما بيس يا اما بنو. yes هيجي بعدها subject وبعدين الـ auxiliary اللي هو الفعل المساعد، وهنوقف على كده. yes I am، yes you are، yes he is، yes she is، وهكذا. وطبعا ما ينفعش نختصرها، ما ينفعش نقول yes I'm، لا لازم yes I am، نعملها في الصيغة المطولة طالما ان احنا وقفنا هنا في الاجابة المختصرة. ما ينفعش نقول yes he's ولا yes she's، لا yes he is، yes she is، yes you are، وهكذا. طب الاجابة بنو هتبقى no وبعدين السبجكت وبعدين الاوكسيلري او الفعل المساعد مضاف اليه not. هنا ممكن نختصر مفيش مشكلة، يعني نقول he isn't، she isn't، it isn't، مفيش مشكلة. تمام. طيب الشريحة رقم 20، أمثلة على الـ yes no questions مع الـ verb to be. Are you tired? Yes I am. شايفين المشطوب عليها دي؟ دي استخدامها غلط، ما ينفعش نعملها بالشكل ده كده. أو في النفي no I'm not. Is she lazy? Yes she is. أو no she isn't. ممكن نختصر هنا الطريقتين اللي خدناهم من شوية، no she isn't أو no she's not. Are they here? Yes they are. No they aren't أو no they're not. نشوف ال WH questions مع ال verb to be، التكوين بتاعه بقى WH word. هنا هنتكلم على الفرق ما بينه وما بين ال yes no question. الفرق الوحيد ان هنا ال WH question بتيجي في اول السؤال قبل ال auxiliary verb، يعني السؤال ده بيبتدي بالأداة وبعدين الفعل المساعد، لكن ال yes no question بيبتدي بالفعل المساعد على طول من غير اي ادوات. WH word وبعدين الفعل المساعد وبعدين السبجكت او اللي هو الفاعل او المبتدا وبعدين بقيه الجمله وبعدين علامه استفهام. مثال what is your name، what الاول اداه الاستفهام، is الفعل المساعد، وبعدين your name على بعضها اللي هو السبجكت. who are your sisters، كلمه الاستفهام او WH word وبعدين الفعل المساعد are وبعدين your sisters. طبعا الفعل المساعد are او am او is على حسب السبجكت اللي عندنا في السؤال مفرد او جمع. يعني لما قلنا what is your name، هنا your name ده احنا مش بنتكلم عنك، احنا بنتكلم عن الملكيه بتاعتك، اسمك ايه. your name ده يعتبر ان هو حاجه مفرده، فكان لازم ان احنا نستخدم is. your sisters في السؤال التاني دول جمع، اخواتك، مين اخواتك، يبقى لازم نستخدم لها are. why am I here، السؤال التالت انا هنا ليه، يبقى هنا علشان نسأل عن I لازم نجيب الفعل المساعد am، انا هنا ليه. طب تعالوا نشوف ازاي نجاوب على الاسئلة WH. طبعا answer depends on the WH word، على حسب الاداة بنجيب المعلومة. يعني مثلا الإجابة على السؤال الأول what is your name هتبقى my name is، مفروض أصلها my name is what. لو عكسنا ترتيب السؤال في الإجابة هتبقى my name is what في الآخر بقى. كلمة what اللي هي هتحل محلها الإجابة المطلوبة، هنشطب what my name is أحمد. طب السؤال التاني who are your sisters، my sisters are who،
هنشيل هو هنعوض عنها بالإجابة داليا and ندى. My sisters are داليا and ندى. السؤال الثالث why am I here؟ طبعا why بتسأل عن السبب، من أول كلمة because هي دي السبب. You are here why؟ أصل الجملة كده you are here، طبعا why مش هتيجي في الإجابة، هنشيل why وهنحط السبب اللي بتسأل عنه. You are here because we need you. تمام، ده السبب. ده شكل تكوين ال WH questions مع الفعل verb to be. هنتكلم دلوقتي عن ال questions مع الجملة الفعلية أو ال verb to do. أولا التكوين ال yes no question، هنبتدي بالنوع الأول من الأسئلة، طبعا بيبتدي بالفعل المساعد do مع الضمائر اللي احنا قلنا عليها مع دول اللي هي I, you, we, they أو الأسماء المعدودة أو الأسماء الجمع، وبعدين البيس فورم اللي هو الفعل في المصدر. طيب مع الضمائر he, she, it هنجيب الفعل المساعد does مع الضمائر التلاتة دول أو مع الأسماء المفردة singular، وبعدين البيس فورم اللي هو الفعل في المصدر. مثال do you always have lunch، do you have lunch، do الأول الفعل المساعد، بعدين السبجكت اللي هو الضمير أو الاسم، وبعدين الفعل اللي هو في المصدر اللي هو الأساسي اللي هو have، وبعدين بقية الجملة وquestion mark. طيب does she play basketball، ابتدينا بالفعل does الفعل المساعد، وبعدين السبجكت she، وبعدين الفعل الأساسي في المصدر play. نجاوب ازاي على الأسئلة دي؟ الشريحة رقم 23 هنجاوب يا اما بيس يا اما بنو. short answers yes مع he و she و it او الاسماء المفردة، yes he does، yes she does، yes it does. طيب الاجابة بيس مع بقية الضمائر I, you, we, they او الاسماء الجمع، yes I do، yes we do، yes you do، yes they do. طيب الاجابة بالنفي مع الverb to be short answer no she أو he أو it doesn't أو الأسماء المفردة طبعا، no I أو we أو you أو they أو الأسماء الجمع don't، no I don't، no we don't، no you don't، no they don't. دي الإجابة على yes أو no question. النوع الثاني من الأسئلة WH questions المرة دي مع الverb to do، هنكونه إزاي؟ نفس التكوين بتاع الverb to be، مفهوش أي اختلاف إلا في اختلاف واحد بس هنتكلم عنه دلوقتي. الverb to do هنا أو الجملة الفعلية هتبقى فيها فعلين، فعل أساسي وفعل مساعد. الفعل المساعد هو اللي هيظهر الأول في الquestion بعد أداة الاستفهام مباشرة، WH word plus do أو does plus subject plus الفعل الأساسي base form وبعدين question mark. نشوف مع الضمائر I, you, we, they طبعا هنستخدم do، زي ال question اللي قدامنا مثلا بنقول what time، دي أداة الاستفهام، دي number one. number two الفعل المساعد do، do you هنا ال number three اللي هو subject طبعا you أخذ do، وبعدين number four get up اللي هو الفعل الأساسي في المصدر، وبعدين بقية الجملة و question mark. what time do you get up in the morning، where do you live، أداة الاستفهام where تسأل عن المكان، وبعدين الفعل المساعد do، وبعدين السبجكت، وبعدين الفعل الأساسي في المصدر. okay I get up at 7 a.m. I live in Egypt. طبعا مع does هنستخدم أداة الاستفهام، وبعدين does نفس الكلام بالضبط. where does she live، ما ينفعش نقول where do she live، نقول where does she live. okay يبقى مثلا نقول she lives in Egypt، ما ينفعش نقول she live، لازم الفعل مضاف له s. في الحالة الوحيدة اللي الفعل بيتضاف له s هي في الجملة المثبتة فقط، غير كده الفعل بيفضل في المصدر سواء في النفي او في الاستفهام. اخر حاجة هنتكلم عليها النهاردة قبل النطق بالنسبة للقاعدة، يعني حاجة اسمها adverbs of frequency. الادفيربز اوف فريكوينسي دي اللي هي الافعال اللي بتعبر عن التردد، عارفين كده في الفيزياء، يعني لو ناس دارسه فيزياء في حاجه اسمها تردد. التردد ده بيكون عدد مثلا ايه، لو مثلا تردد مروحه او تردد حاجه، عدد اللفات بتاعه المروحه مثلا في المده الزمنيه. تمام، طب قياسا على كده اللي انا عايزه اوصل له الادفيربز اوف فريكوينسي عدد مرات حدوث الشيء
او عدد مرات احنا بنعمل الحاجة دي في المدة الزمنية كل قد ايه. يعني مثلا بنروح النادي في الشهر، او مثلا كم مرة في الشهر، عدد المرات على المدة الزمنية طلع لنا حاجة اسمها الفريكونسي. دي بتستخدم دايما في present simple tense علشان تعبر عن العادة او الروتين. مثلا زي الادفرس دي يعني الاحوال، احوال بتعبر عن الفريكونسي او التردد او عدد مرات حدوث الشيء، بيستخدموا لوصف الفريكونسي of happening اللي هو تردد حدوث الشيء، غالبا بنستخدمه في الروتين. مثلا زي always دائما، almost always اللي هي تقريبا دائما، دي مثلا بنقول بنسبة 98% بتحصل. always دي يعني بنسبة 100%، يعني مفيش مرة ما بتحصلش. almost always اللي هي تقريبا دائما، يعني ممكن تفلت مني مرة وبيبقى غصب عني وللضرورة اللي هي القهرية جدا يعني. تمام. usually اللي هي بمعنى عادة، ممكن نقول مثلا بنسبة 90 95%. often اللي هي غالبا يعني معظم الوقت، ممكن نقول بنسبة 80%. sometimes اللي هي احيانا بقى، ممكن تحصل احيانا وما تحصلش احيانا على حسب انا ومزاجي. occasionally اللي هي بشكل يعني مثلا في المناسبات، يعني مثلا I occasionally visit my aunt، انا بزورها في المناسبات بس. rarely اللي هي بمعنى نادرا، scarcely زيها بمعنى نادرا، hardly ever تقريبا بالكاد لما بتحصل، ودي اقل بكتير من نادرا، يعني ممكن تكون مثلا مرة كل 10 سنين مثلا، يعني هي ما بتحصلش، لا مش ما بتحصلش خالص، هي بتحصل بس يعني اقل من نادرا كمان. تمام. almost never يعني تقريبا بالعافية، اللي هي تقريبا معناها hardly ever، يعني hardly ever و almost never نفس المعنى. almost يعني تقريبا، never يعني ابدا اللي هي بنسبة 0%، يعني ما بتحصلش خالص. اوكي. في بعض الاحوال تانية مثلا زي every day او daily اللي هي يوميا، weekly اسبوعيا، monthly شهريا، yearly سنويا، وهكذا. في برضو بعض الاحوال اللي بتعبر عن عدد مرات حدوث الشيء زي once يعني one time، twice يعني two times، three times يعني 3 مرات مثلا، a day 3 times a day، 4 times per month، وهكذا. يبقى السؤال عن الـ adverbs of frequency، أداة الاستفهام بتاعته how often، إزاي نسأل عن مرات حدوث الشيء. how often مثلا نقول how often do you go to the club، كل قد إيه لما بنروح النادي. الإجابة I go to the club مثلا 3 times a week، بروح النادي 3 مرات أسبوعيا. I always go to the club، ممكن حد يختلف إجابته عن التاني على حسب الروتين، أنا دايما بروح النادي يعني كل يوم. I weekly go to the club، بروح أسبوعين، وهكذا. بالنسبة للأحوال اللي احنا اتكلمنا عليها دي، ممكن تيجي في أول الجملة وممكن تيجي في النص، وأحيانا في بعضها بيجي في الآخر فقط. يعني مثلا نقول I always go to the club، هنا always و sometimes والحاجات دي بتيجي مكانها أو موقعها ما بين الفعل والفاعل. ما نقولش I go to the club always، لا I always go، I never go، I sometimes go. تمام. I usually go. تمام كده. طيب في بعض منهم بيحصل انه بيجي في اول الجملة، sometimes I go to the club، usually I go to the club، ممكن تيجي في الاول وممكن تيجي ما بين الفعل والفعل، واحيانا بتيجي في الاخر. حاجة النهاردة هنختم بيها زمن الـ present simple هو النطق. هنتكلم على 3 نقط بالنسبة للنطق الـ present simple. number 1 دي في الشريحة رقم 27، the third person singular pronouns s endings، اللي هي نطق حرف الاس لما بيتضاف لبعض الافعال مع هي وشي وات. النطق ده بيختلف، هنتكلم عنه بالتفصيل دلوقتي. تاني نقطة هنتكلم فيها بالنسبة للنطق ال present simple، حاجة اسمها reduction of do and does. reduction يعني تقليل، يعني ازاي بننطق do does في بعض المواقف، مش هتتنطق do وdoes زي ما احنا عارفينها كده، هتتنطق بشكل تاني وهقول لكم دلوقتي. النقطة الثالثة negative contractions، ازاي بننطق الاختصارات المنفية. هنشوف الشريحة رقم 28، اول نطق معانا اللي هو نطق الاس في الحالات اللي احنا اتكلمنا فيها من شوية مع الضمائر هي وشي وات.
اول نطق بالنسبه لنطق الاس اما ان هو ينطق طبعا انتوا اخدتوا محاضره الفوناتكس مع مستر مايكل، فاحنا عارفين يعني ايه اللي موجوده في الشريحه رقم 28. الاس اللي هي ما بين تو سلاشز دي، ده مش حرف الاس، ده صوت الصوت ده اسمه كده وبيرمز له بالرمز ده. امتى الاس دي بتتنطق س، وامتى بتتنطق ز، وامتى بتتنطق از. هي لها ثلاث نطق، ثلاث طرق للنطق. بتنطق زي ما انا شرحتها لكم قبل كده لو كان الفعل بينتهي ب voiceless consonant. تاني عشان نتكلم على حته ال voiceless consonant لازم نبقى عارفين يعني ايه voiced ويعني ايه voiceless. بعض الـ الاصوات ما بتحدثش اهتزاز في الاحبال الصوتيه، يعني لو حطينا ايدينا على الحنجره واحنا بنتكلم، واحنا احيانا واحنا بنتكلم دلوقتي احنا حاسين بحركه الاحبال الصوتيه صح، حاسين بالزنه دي او الفايبريشن اللي بيحصل. في بعض الاصوات زي لو نطقناه مش هنحس باي اهتزاز في الاحبال الصوتيه، فده اسمه voiceless consonant، يعني صوت ساكن ملهوش صوت، ملهوش اهتزاز، ما بيحدثش اي اهتزاز او حركه في الاحبال الصوتيه. لو اي فعل انتهى بصوت من دول، هما طبعا مش واحد ولا اتنين، هما كتير هنتكلم عليهم دلوقتي. لو الفعل انتهى بواحد من الاصوات دي لما نيجي نضيف له الاس، الاس كمان هتفضل voiceless من غير اي صوت. زي الفعل work، نشوف ك الصوت الاخير بتاع work لو لما بننطقه هل بيحصل اي اهتزاز في الاحبال الصوتيه؟ بيحصل buzz، بيحصل vibration ك ك. احنا لو حطينا ايدينا على الحنجره واحنا بننطق مش هنحس بالفايبريشن ده، فلما نيجي ننطق الاس بتاعت works هتفضل س هي كمان من غير اهتزاز. works ما نقولش workes، محدش يقول workes خالص لان مفيش هنا فاصله او مفيش حرف متحرك يفصل الكي والاس. works works. طب الفعل like نفس حاله work، بينتهي بالك ساوند اللي هو الغير مهتز، فلما نيجي نضيف له الاس هتفضل س. ما نقولش likes likes likes، كأن الكي والاس جايين ورا بعض زي حرف الاكس كده، likes likes. اوكي الفعل put بمعنى يضع، اخره ت، حرف التي نطقه ت، الصوت بتاعه ده برضو حرف التي والكي او اصوات حرف التي والكي زي بعض، ما بيحدثوش اي اهتزاز في الاحبال الصوتيه، اسمهم voiceless consonants. لما نيجي نضيف لهم الاس، الاس هتحتفظ بصوتها زي ما هو مش هيتغير، هتفضل س، فدي هتبقى puts puts. اوكي take هتبقى takes، نفس likes works بالظبط. ما يغركوش ان take بتنتهي بالاي، الاي ملهوش صوت، احنا بنتعامل مع اخر صوت من الفيرب. اخر صوت سمعناه في take هو الك مش الاي، الاي ملهاش صوت. take takes ما نقولش takes. تمام. طب الفعل stop، ال p sound اللي في اخر فعل stop برضو voiceless consonant، لو حطينا ايدينا على الحنجرة مش هنلاقيه الاحبال الصوتية بتتحرك. اوكي طب لما نيجي نحط له الاس تبقى stops stops، هتفضل سه زي ما هي. الفعل sleep نفس الكلام، هو بالنسبة للفعل stop بينتهي نفس النهاية فهتبقى sleeps. الفعل think thinks thinks، محدش يقول thinks تمام، thinks كس كس من غير اي فواصل. تاني صوت للاس بتاعت السنجلر، اما ان هي تنطق سا زي ما قلنا من شويه، اما انها النطق التاني ز. هنا بقى هتبقى voiced. امتى الاس تبقى ز؟ امتى تنطق ز؟ في الحالات زي ان الفعل يبقى اخره صوت voiced. عايزاكم تقارنوا كده ما بين صوت زي الج في الفيرب هاج هاج ج ج، الصوت الاخير في الفعل ده، والصوت الاخير اللي في الفعل لايك ك ك، قارنوا ما بينهم، ده عكس ده تماما، ك من غير اي اهتزاز في الاحبال الصوتيه، لكن ج علشان ننطقه حركنا الاحبال الصوتيه، الاحبال الصوتيه اتحركت تمام. فده اسمه voiced consonant، يعني صوت في اهتزاز في الاحبال الصوتيه.
الفعل learn يتعلم اخره ن. طبعا الفعل ده ما ينفعش ننطقه من غير ما يكون في اي اهتزاز في الاحبال الصوتيه، مش هنسمعه اصلا. ن ده اسمه voiced consonant. طب الفعل drive، اي نعم هو اخره اي ولكن اخر صوت سمعناه v. drive v. اخر صوت v sound. طبعا الصوت ده لو حطينا ايدينا على الحنجره هنحس باهتزاز رهيب في الاحبال الصوتيه واضح جدا. v v. اوكي الفعل play ي اخره صوت اي او اي. الفعل اي فعل بينتهي بصوت متحرك زي اي كده طبعا الصوت المتحرك لازم يكون voiced. اخر حاجه الفعل swim م. الام طبعا صوت ساكن مهتز في اهتزاز في الاحبال الصوتيه. طب لما نيجي نحط لهم الاس الافعال اللي احنا قلناهم دلوقتي ما ينفعش نقول learns، الاس هتتحول لز. learns learns. hug hugs hugs. اوكي drive drives. play plays. ما نقولش plays plays، يعني احنا ما بنحطلوش is بنحطله ز بس، ما نقولش plays لا plays. swim swims. اوكي طبعا بديهي هنلاقي ان الاس بتطلع معانا ز واحنا مش عارفين ليه، ادينا عرفنا القاعدة. اخر طريقة لنطق الاس اللي هي بتاعت السينجلر ان هي تنطق is بكسرة كده. امتى بقى بتتكسر كده؟ لما الفعل بينتهي معانا بواحد من النهايات الصوتية اللي قدامنا دي. طبعا انتم ما اخدتوش كل النهايات الصوتية، ما اخدتوش كل الرموز الصوتية، انا هنطقها لكم. لو عندنا فعل بينتهي بالس زي practice، الفعل ده بينتهي بالس sound. لو فعل زي ده عايزين نضيف له اس غصب عننا هنكسر، نقول practices is. شفتوا عشان نضيف له اس ضروري ان احنا نكسر، نقول practices. طيب الفعل fix برضو بيتعامل معاملة practice لان اخر الصوت س. fix fix اخر س sound. وطبعا هو من ضمن مجموعة الافعال اللي كانت بتنتهي بالاكس او الاس اس او الاس اتش اللي هي مجموعة النهايات اللي قلناها، وعشان كده بنضيف له اي اس. طيب مش مشكلة دلوقتي، مش عايزين نركز على الحروف، احنا بنتكلم على الأصوات عشان ننطق صح. الفعل فيكس برضو بينتهي بالس ساوند، لما نيجي نضيف له الاس هتبقى الاس اللي هي الإضافية بتاعت الفعل مش الاس اللي هي اللي في الفعل نفسه. الاس الإضافية هتنطق is fixes fix is fixes. طيب أي أصوات في الفعل لو الفعل عندنا بينتهي بالصوت شا، شايفين الصوت الثالث اللي هو تي وجنبه اس طويلة دي، الصوت ده اسمه شا زي اللي موجود في كلمة cheer او teacher لو انتوا فاكرين محاضرة الفوناتكس. تمام شا زي الفعل watch، الفعل بينتهي بالشا ساوند ضروري علشان نضيف له اس هتبقى watches is هنكسر. طيب لو الفعل اخره حرف الشين ده زي الفعل wash برضو لما نيجي نضيف له الاس هتبقى washes brushes. تمام طب لو الفعل بينتهي بالج ج اللي هو الاخر صوت اللي انتوا شايفينه ده في الشريحة رقم 28 اخر صوت اللي هو الدي وجنبها زي 3 كده، الصوت ده بيتنطق ج ج زي صوت الجي وصوت الجي احيانا زي كلمة jump jump. تمام لو الفعل عندنا بينتهي بالصوت ده زي مثلا الفعل forge forge يعني يزور، الفعل ده بيتنطق forge لما نيجي نضيف له الاس تبقى forges forges. الاس هتبقى is forges. واخر حاجة لو الفعل بينتهي بالز sound زي الفعل buzz buzz بمعنى طنين او يعني مثلا بيحدث طنين زي بعض الحشرات، نقول the bee buzzes يعني النحلة بتزن. تمام نقول buzzes buzzes. اوكي الفعل بينتهي بالز لما اضفنا له الاس بقت is.
طيب دي أول قاعدة صوتية هنتكلم عليها في الزمن الـ present simple. القاعدة الصوتية التانية اللي هي reduction of do or does، دي الشريحة رقم 29. reduction بمعنى تقليل، يعني ايه تقليل؟ يعني مش اختصار، خلي بالكم، تقليل يعني تقليل المدة نفسها. يعني احنا بنقولها في العادي do does، في التقليل مش هنقولها بالشكل القوي ده او بالشكل المطول ده، هنقولها مختصرة شوية. ده بيحصل غالبا في الـ WH questions، في الأسئلة اللي هي الاستفهامية اللي هي WH. do و does بيجوا في الـ weak form او في الصيغة الضعيفة بتاعتهم، في نص الكلمة. لما بيجوا في نص الكلمة بيتنطقوا، do بتبقى do و does بتبقى does، ما بتقولش does does، بتبقى ضعيفة كده. مثلا what do you have for breakfast؟ what do. شايفين what do؟ لا مش هتبقى what do، do هنا مش هتبقى do، هتبقى what do. وكمان ال do لما بيجي بعدها ال يا بتاعت you بتبقى جا. what do you have for breakfast. what do you have for breakfast. تمام، what do. طب نشوفها مثال تاني من غير يو عشان ما تلخبطكوش. when do they do their homework؟ احنا عندنا اتنين do في السؤال الاخير خالص زي ما انتوا شايفين كده. when do they do، ايه الفرق ما بين do الاولانيه ودو التانيه؟ do الاولانيه فعل مساعد ممكن احنا نعمله ضعيف زي ما احنا عايزين، لكن do التانيه اللي هي بمعنى يعمل دي فعل اساسي ما ينفعش ان احنا نجيبها في الويك فورم. الدو الاولانيه نطقها ايه والدو التانيه نطقها ايه؟ اسمعوا. when do they do their homework، when do they do their homework، when do د. شايفين النطق اللي هو الويك فورم. when do they do، الاولانيه د الثانيه دو، الاولانيه قصيره والثانيه طويله. when do they do their homework. طب بالنسبه لداز نطقها عامل ازاي؟ هتبقى مش داز، هتبقى دز. what does she do او what does he do. what does مش what does. what does he do. اوكي، ده تاني قاعده نطق كنت عاوزاكم تعرفوها. اخر حاجه بقى في السلايد وفي البريزنت سيمبل النيجاتيف كونتراكشن. احنا اخدنا الاختصارات المنفيه اربعه اللي خدناهم، isn't و doesn't و don't و aren't. عايزين نقسمهم مقاطع. اولا isn't و doesn't هما مقطعين، نقول isn't doesn't isn't. لكن الكلمتين don't ما ينفعش تبقى don't، لا هي كلمة واحدة ذات مقطع واحد، don't مقطع واحد فقط. نفس الكلام بالنسبة ل aren't، ما نقولهاش aren't، ما نقولهاش مقطعين، هي ما اسمهاش aren't، هي اسمها aren't مقطع واحد فقط. تمام كده، ده بالنسبة لل present simple. اتمنى ان هو يكون واضح بكل تفاصيله، ولو حد عنده سؤال يا ريت يبعتلي. انا كده بس رجعت عليه، وانا عارفة ان انا رجعت بسرعة بس عشان انا شرحته قبل كده، وحبيت ان هو يكون معانا الحاجات المعلومات مكتوبة قدامنا. تمام كده، شكرا للمشاهدة، واشوفكم ان شاء الله المرة الجاية مع زمن جديد. سلام عليكم.